أما أشرف.. أما أشرف فين؟ أما أشرف فينا؟ أما أشرف فين؟ حضرتك بتخطط لمستقبلنا إزاي؟ شوف يا سيدي يعني إحنا طبعاً مفيش بلد في العالم ممكن تنجح من غير تخطيط جيد مفيش واحد فينا ممكن ينجح من غير تخطيط جيد يعني إنت لما وإنت صغير كده بيسالوك انت نفسك تكون ايه في المستقبل فبتقول والله انا يعني نفسي اكون دكتور نفسي اكون مهندس هو ده التخطيط هو ده الحلم انت بتحلم من وانت صغير ان انت تبقى حاجه كويسه قوي لما تكبر البلد برضو على مستوى الدول برضو لازم تكون كده لازم تبقى الاول عارفه هي وضعها ايه النهارده وايه التحديات والمشاكل اللي بتو... اللي بتواجهها النهارده والحلم بتاعها الكبير بعد 20 سنه بعد 30 سنه ده اللي احنا بنسميه الرؤيه او الحلم الطويل المدى علشان نوصل للحلم والرؤيه ده لازم نضع خطط تنفيذيه على مدى زمني اقل. هل حضراتكم ابتداتوا في السياسات دي؟ اه بالظبط احنا الحقيقه في بعد تولي الحكومه الحاليه يعني مباشره وتحديدا عقب عقب 30 يونيو احنا الحقيقه بدانا نفكر في مستقبل مصر اللي هو الحلم الكبير احنا فين النهارده بعد 30 يونيو مصر فيها مشاكل كتيره قوي وبالتالي عايزين نحط حلم مصر لسنه 2030 يعني بعد حوالي بعد 15 سنه من النهارده مصر عايزين تبقى ازاي وبالتالي عملنا ده بناء على كل الدراسات وكل الاستراتيجيات اللي كانت معموله في مصر في جهد كبير قوي حصل خلال السنين اللي فاتت احنا بدانا نجمع المجموعات اللي بتشتغل في ده كله وبداوا يشتغلوا على حلم مصر سنه 2030 ما حبيناش نبعد اكتر في دول بتتكلم على 2050 وما بعد 2050 لكن احنا قلنا ان احنا عايزين بس على الاقل يبقى عندنا تصور واضح ورؤيه واضحه حلم للبلد بعد 15 سنه هنوصل عايزين مصر تبقى ايه شايف مستقبلي انا واطفال مصر ازاي انا ان شاء الله انا كوزير للتخطيط والتعاون الدولي انا متفائل جدا جدا بمستقبل مصر ومستقبل ان شاء الله الجيل بتاعك الجيل بتاعك هو جيل ولادي وجيل ولادنا كلنا لكن التفاؤل ده هو تفاؤل علشان يترجم الى حقيقة واقعة هو لازم نهتم بالتعليم كلنا متفقين انت النهاردة لسه في بداية المرحلة التعليمية بتاعتك في الابتدائي فلازم ادي لك احسن تعليم احسن تعليم موجود بحيث ان ده يوسع مداركك ويبدأ يخليك مؤهل فعلاً لمواجهه التحديات الكتيره قوي العالم والظروف بيبقى مليئه بالتحديات ومليئه بالمشاكل فلما بتتعلم كويس بتخليك تقدر عندك مرونه وقدره على مواجهه المشاكل والتحديات بحيث ان شاء الله توصل للحلم بتاعك فالبدايه الحقيقيه او التفاؤل بتاعي يترجم لما هنخصص ان شاء الله بدايه من السنه الجديده ميزانيه كبيره جدا للتعليم وميزانيه كبيره جدا للصحه وميزانيه كبيره جدا للبحث العلمي هو ده اللي هيبدا يخلينا كلنا نحط رجلينا على الطريق الصحيح ويخلينا فعلا متفائلين ايه هي الاسس اللي بتخططوا عليها الاسس هي احنا زي ما قلت لك الخطه بدايتها ان انا اقول انا النهارده ايه المشاكل اللي عندي ايه الوضع الحالي بتاع مصر، الوضع الحالي بتاع مصر عندنا عدد سكان قد كده، عندنا مساحة مأهولة بالسكان قد كده، عندنا إمكانية للتوسع في هذه المساحة قد كده، عندنا مشاكل في الأمية، عندنا مشاكل في التعليم، عندنا مشاكل كذا، لكن كمان عندنا فرص كبيرة، مصر مصر دولة كبيرة، دولة مهمة جدا في المنطقة بتكون موقعها الجغرافي موقع مهم جدا، أهميتها وثقلها الاستراتيجي كبير جدا عندها عدد كبير جدا من الاتفاقيات مع اغلب دول العالم فبتدينا سوق كبيره جدا في العالم نقدر ندخله عندنا امكانيات كبيره جدا ممكن نستغلها علشان نواجه التحديات دي فالاسس بتاعتنا لازم تكون اسس علميه ما بنتكلم التخطيط هو اسلوب علمي في الحياه وانك انت بتحاول تتعالج او تتعامل مع المشاكل الحاليه عشان توصل لوضع افضل في المستقبل فالاساس بتاعنا احنا فين النهارده؟ عايزين بنحلم ايه بكره ومن النهارده لبكره مطلوب مننا نعمل ايه ودور كل واحد فينا هيعمل ايه. ابرز المشاكل اللي بتقابل حضراتكم في تنفيذ الخطه. ابرز المشاكل هي ان, إن عايزين التخطيط ده ثقافه، فكر مجتمع، ان المجتمع كله لازم يكون بيؤمن باهميه دور التخطيط، ان التخطيط ده ما عادش مش مجرد رفاهه اعمله او ما عملوش. انا عشان انجح لازم اخطط. شكرا يا عم اشرف مبارك وزارتك الجديده <applause>